لنقاش الأوضاع في البصرة ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الناشط السياسي عبد القادر النايل. أهلا بكم سيد عبد القادر. أهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام. تم توثيق 18 ألف إصابة بالتسمم في البصرة وفقا لما وصلت إليه نتائج مفوضية حقوق الإنسان، كيف تقيمون مواجهة الحكومة لأسباب هذا التسمم الذي يهدد سكان البصرة؟ من المؤكد أن البصرة المنكوبة اليوم هي نتاج فعل الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة وكذلك مجالس المحافظات أو مجلس محافظة البصرة، فبالتالي هؤلاء المتسببين الرئيسيين في نكبة شعب البصرة وما آلت إليه الأمور من فقدان الماء وبالتالي من انتشار الأمراض، ونتكلم اليوم عن مرض الكوليرا وثمانية عشر ألف إصابة، ومعنى أن هناك أمراض أخرى قد انتشرت يجري عملية التكتيم عليها، فبالتالي لا يمكن التعويل على أن تكون هناك للحكومة وللأطراف السياسية وللأحزاب التي تدعي تمثيل البصرة أنها ستكون فاعلة في الحد عمليات هكذا أمراض أو المساهمة في عمليات الشفاء، لأنهم حقيقة هم من كانوا بسبب هؤلاء انتشرت الأمراض وانتشرت حقيقة قضية البصرة، فلذلك لا يمكن التعويل عليهم وهم فشلوا في كلا الحالتين وبالتالي استجابتهم بطيئة بالكامل. وإذا لم يكن هناك أي استجابة، سنتحدث عن هذه الاستجابة سيد عبد القادر. تتزامن هذه الأزمة الإنسانية مع المظاهرات المستمرة في البصرة والمطالب التي ما تزال مرفوعة بانتظار استجابة الحكومة، باعتباركم تحدثتم عن استجابة الحكومة لهذه المطالب، ما مدى إمكانية الاستجابة لها في ووضع حد لهذه الأزمات الإنسانية الاجتماعية والاقتصادية كذلك؟ الحكومة لن تستجيب، وبالتالي اليوم البصرة على موعد في التاسعة من الليل هذا اليوم مساء على أن تكون مظاهرة قوية تصل لمطلب مهم أنها ستقف في وجه الحكومة، وإلا لا يمكن التغيير، والبصرة لن يكون لهم تغيير بالمطلق ولن تستجيب لهم حكومة إذا لم يخرجوا في تظاهرات عارمة وكبيرة حتى يلفتوا انتباه العالم ما يجري من نكبة حقيقية في البصرة، والحكومة لن تستجيب بالمطلق لكل قضية البصرة لأنها ببساطة هي من هربت الفاسدين الذين سرقوا أموال البصرة. نتكلم عن 63 مليار ميزانيات البصرة سرقها محافظين محسوبين على عمار الحكيم، والآن هو شريك أساسي لتشكيل الكتلة الأكبر والمشاركة في الحكومة، فكيف يمكن لها أن تحاسب الفاسدين وثم كيف لها أن تستجيب؟ مجموعة شباب من محافظة الأنبار بخلال 72 ساعة استطاعوا حقيقة أن يجمعوا ما يقارب مليون ونيف من علب الماء، وكل علبة تحتوي على 12 لتر من الماء، واليوم وصلت طلائعها إلى البصرة، وحكومة بميزانيات كبيرة وإجراءات كبيرة لم تستطيع أن توفر أي أدنى معالجة لأهل البصرة، فإذا هذا يقودنا على أنهم متعمدين لعدم الاستجابة، وبالتالي يبدو أن هناك مشروعا يحاك لتهجير أهل البصرة من محافظتهم لأنها مجاورة لإيران. نعم، بحديثكم عن المستقبل وعن المشاريع المبيتة كما وصفتموها، مجلس البصرة أمهل الحكومة 10 أيام لتنفيذ إجراءاتها لإنقاذ المحافظة من هذا الوضع المزري، ما هي توقعاتكم لردود فعل أهالي البصرة بعد انقضاء هذه المدة؟ أنا أتوقع أن أهالي البصرة يعلمون ويعون تماما أن هذا المجلس هو شريك الفساد وشريك الحكومة في عملية تدهور الحال في البصرة، لأنه هو من تستر على المحافظ السابق ماجد النصراوي، وهو من أوعز إلى تهريبه، وهو من ساهم على توقيع المشاريع الوهمية التي قادها هذا المحافظ الفاسد الذي ينتمي إلى عمار الحكيم، وبالتالي أهل البصرة يعون تماما أن هذه المهل هو لمجرد حقيقة كسب الوقت لتشكيل الحكومة وليس لعملية أنهم فعلا يريدون حلا ويمهلون الحكومة، وبالتالي البصرة حقيقة لن تضع هذه الاعتبارات والأيام، وأتوقع اليوم ستكون مظاهرات عارمة في مدينة البصرة، وبالتالي ستستمر هذه المظاهرات، ونحن حقيقة نتوقع للبصرة أن تكون محافظة ذات ثورة حقيقية على حقوق مستلبة، وبالتالي هي لا تريد خدمات كما يشيع البعض. البصرة اليوم إما أن تكون وإما أن لا تكون، فهي حقيقة بين الحياة والموت، ولذلك مظاهراتها
القادمة الناشط السياسي عبد القادر نايل، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان، والمعذرة لضيق الوقت.